يقولون الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، لله ما في السماوات ما في الأرض، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. يعني أنتم تعبدون أوثانا لا تخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل من خالق غير الله؟ لاحظوا الأسئلة يا إخوان، أسئلة، هذه أسئلة خطيرة تزلزل كيان المشركين. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل من خالق غير الله؟ أروني ماذا خلق الذين من دونه؟ آلله خير أما يشركون؟ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعلها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ شوف الأسئلة، أإله مع الله؟ للملاحدة يقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ ترى هذه أسئلة لها معاني، أسئلة تخاطب عقل ونفس هذا الملحد أو المشرك أو المتشكك. وعندما سمع الصحابي جبير بن مطعم رضي الله عنه وكان في أول أمره مشركا، لما سمع يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآيات في الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، خلقوا أنفسهم، هم خلقوا السماوات والأرض، وجدوا من العدم هكذا بدون موجد، قال كاد قلبي أن يطير، يعني بلغت مبلغها في نفسه. قال وذلك أول ما وقر الإيمان.